اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع برنامج انت وطفلك. النهارده عن موضوع مهم جدا، هو التهاب الاذن الوسطى عند الاطفال. التهاب الاذن الوسطى له اسباب كتيره، ممكن يكون التهاب فيروسي، ممكن يكون التهاب بكتيري، وممكن يكون مشاكل في الحلق. زي ما حضراتكم عارفين ان دي من الموضوعات المهمه ومن الأمراض الخطيرة جدا اللي ممكن بتسبب ألم شديد للأطفال. في مشاكل أخرى، التهاب الحلق اللي هو بيؤدي إلى انسداد في قناة ستاكوس. قناة ستاكوس زي ما حضراتكم عارفين بتصل الحلق بتجويف الأذن، وبالتالي لا يحدث إريشن أو ما يسمى تهوية جيدة للأذن، ويحدث تسرب للبن أحيانا لما الأم بترضع وهي مستلقية. فأنا لذلك أنصح كل أم إن هي يا ريت لازم لما تيجي ترضع طفلها لازم تقعد عشان ما يحصلش التهاب في الأذن الوسطى. زي ما حضراتكم عارفين الصورة بتوضحها ان الاذن في ثلاث اقسام: الاذن الخارجيه والاذن الداخليه والاذن الوسطى، وكل واحد فيهم له مشاكل وله علاج. الاعراض اللي ممكن الطفل يعاني منها زي ما حضراتكم عارفين ممكن يكون في ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وممكن يكون فيه عصبية، ونلاحظ ان الطفل بيصرخ ويتألم ألم شديد. بعض الأطفال الصغيرين اللي ما يقدرش يعبروا بيعبروا بالصراخ، بيعيطوا كتير وبيشدوا في ودانهم، وده من العلامات المهمة لالتهاب الأذن الوسطى. لازم الوقاية خير من العلاج، فبنبه وبقول وبستأذن حضرتك، لازم وقت ما الطفل تحس ان هو واخد برد لازم يزور الطبيب فورا، عشان ممكن يكون التهاب الحلق يعمل التهاب في الأذن الوسطى. بستأذن حضرتك يا ريت يا ريت يا ريت حضرتك لما تيجي ترضعي ابنك لازم ما تناميش، لأن النوم ده ممكن يدخل لبن داخل تجويف الأذن وبالتالي يحصل التهابات. وفي بعض الحالات الخطيرة ممكن بنلاقي سائل بينزل من الأذن بتاع الطفل، وده دليل على إن حصل صب في الدرم أو طبلة الأذن، ودي طبعا من العلامات الخطيرة جدا لالتهاب الأذن الوسطى. بالنسبة للعلاج بدي خوافض حرارة أو مسكنات، ولازم أزور الطبيب بسرعة. وطبعا كورس العلاج ممكن بيستمر 10 أيام أو حسب ما بيحدد الطبيب. وأتمنى كل الصحة والعافية لأبنائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.